العمر قصير وبيجري، والخيرات اللي الإنسان ممكن يعملها كتيرة، والواجبات المطلوبة في الحياة ساعات بتتعارض. عشان كده مهم الإنسان يتعلم الأهم ثم المهم. الصحابة هم اللي علمونا الفكرة دي، كانوا دايما يسألوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: أي الإيمان أفضل؟ وأي الإسلام أفضل؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ علشان يرتب لهم الأهم ثم المهم. وينزل القرآن يعلمنا: يا مؤمنين بلاش تعملوا حاجات أقل أهمية في وقت أهم حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ذكر الله هنا الصلوات الخمسة. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، يعني عمل الأقل في وقت الأكبر والأعلى. فيطلع باب في الشريعة اسمه باب فقه الأولويات، يعني ربنا يحبني أعمل إيه الأول قبل إيه. وأنا النهاردة أقول لكم على ثلاث أولويات مهم تتعلمها في دينك. الأولوية الأولى هي أولوية العلم قبل العمل، لأن علم بلا عمل تعطيل، معلومات متعطلة، لكن عمل بلا علم تضليل. فلازم نتعلم الأول، أو على الأقل وإحنا بنعمل نكون بنتعلم وبنتعلم أسرع. أي حاجة هتشتغل فيها في حياتك لازم تتعلمها الأول، معلومات مهمة تفك لك إشكاليات بسهولة لما تنزل لواقع الشغل، تتعلم خبرات ناس مشوا قبلك في الطريق ووصلوا فيسهلوه على اللي جاي بعدهم اللي هو أنت، فتتعلم من خبرات السابقين. لو عايز تكلم الناس عن ربنا، إزاي تدعو الناس إلى الله وأنت مش عارف إمتى تقول إيه والمين؟ في حاجة اسمها فقه الدعوة. ما تنساش إن كلمة اقرأ وهي تدل على العلم نزلت قبل العمل: يا أيها المدثر قم فأنذر. نزلت اقرأ الأول. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا أن فضل العلم أحب إليه عليه الصلاة والسلام من فضل العمل، لأن الإنسان كيف يعمل والدنيا مظلمة قدامه مش شايف والعلم نور. فأول أولوية سواء في الشريعة وانت بتتعلم دينك أو في أي حاجة حياتية إنك تتعلم قبل أن تعمل. الأولوية الثانية اللي تتعلمها في دينك كويس بل وفي حياتك كمان، أولوية التخفيف والتيسير على التشديد والتعسير، على فكرة في الحياة عموما. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مارسها في أشرف شيء وهو الدين. سيدنا أنس بن مالك بيقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخف وأتم صلاة كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ويتسأل سيدنا عمر بن عبد العزيز: الصوم في السفر أفضل أم الفطر؟ قال: أفضلهما أيسرهما. الأيسر على قلبك اعمله، اللي عايز يصوم ربنا يتقبل، واللي عايز يفطر واخد بالرخصة ربنا يتقبل. المهم تبقى مستريح عشان تعمل العمل بإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالتيسير أو التخفيف والتيسير مقدم على التشديد والتعسير. الأولوية الثالثة اللي هختم بيها مع حضراتكم هي أولوية العمل متعدي المنفعة على العمل قاصر المنفعة، يعني العمل اللي بنفع بيه نفسي وغيري أهم من العمل اللي بنفع بيه نفسي بس. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول كما روى الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، يعني إن إحنا نصالح بين الناس المتخانقة، وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. فكأنه بيقول الأولى من النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم مش بيتكلم على الخمس فروض، يعني لو تعارض إنك بتصلح ما بين زوجين متخانقين أو عيلة متخانقة وجي وقت النوافل، الأولى إصلاح ذات البين أفضل من الصيام والصلاة والصدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم لا يفتر والصائم لا يفطر. عشان يقول لك صلى الله عليه وآله وسلم: أقبل على العمل المتعدي. هو مش بيقولك سيب النوافل، بس لو تعارضت يبقى تقدم العمل المتعدي المنفعة. يبقى ثلاث أولويات: أولوية العلم على العمل حتى تعمل على بصيرة ونور، اثنين أولوية التخفيف والتيسير على التشديد والتعسير، ثلاثة أولوية العمل متعدي المنفعة على العمل قاصر المنفعة. ترتب أولوياتك يعني بتعبد الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم علمنا وفقهنا بما ينفعنا وآتنا الحكمة، فمن آتيته الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.